تم إطلاق خدمة قطار فائق السرعة مباشر بين بلدية تيانجين في شمال الصين وهونغ كونغ يوم الأربعاء 10 يونيو الجاري. وغادر قطار الرصاصة رقم G305 حاملا على متنه أكثر من 1100 راكب في الساعة 10:50 صباحا، ومن المقرر أن يصل إلى محطة ووست كولون في هونغ كونغ بعد حوالي 10 ساعات وفقا لهيئة السكك الحديدية في تيانجين. وقالت إحدى الراكبات: نرى السحاب فقط عندما نركب الطائرة، والآن يمكننا الاستمتاع بالمناظر الطبيعية على طول الطريق من خلال ركوب هذا القطار. وأوضح تشو بينغ مسؤول في محطة تيانجين الغربية للقطارات: يتمكن مضيف القطار من خدمة الركاب باللغة الإنجليزية، وكما يمكنهم التحدث بلغات أخرى. وسيمر الخط البالغ طوله 2450 كيلومترا بعدة محطات، بما في ذلك محطة بياندينغ بمنطقة سيونغان الجديدة، وهي منطقة اقتصادية جديدة في شمال الصين على بعد حوالي 1000 كيلومتر من جنوب غرب العاصمة بكين. وتأتي الخدمة ضمن مخطط وطني جديد للقطارات يبدأ يوم الأربعاء. وبموجب هذا المخطط سيتم استخدام مجموعة جديدة من القطارات فائقة السرعة، كما سيتم تعديل عدة محطات لترقية خدمات نقل الركاب في البلاد. ويمكن لهذه الخدمة أن تعزز تنمية سيونغان ومنطقة خليج غواندون، هونغ كونغ، ماكاو الكبرى، وفقا لمكتب بكين للسكك الحديدية الصينية.